صباح النور، صباح الفل والياسمين. ان شاء الله نهاركم من اسعد الايامات. الناس الكل عسلامتكم والكل بحضية في فيديو جديد. ان شاء الله يا رب الفيديو متاع اليوم يعجبكم، ان شاء الله كلامي يعجبكم، وان شاء الله فكرة الفيديو متاع اليوم تعجبكم. اقعدوا معايا، خلينا ما نسبقوش الاحداث باش نحضر معاكم فيسع جوزة. كما تعرفوا سالم ولدي عنده قديش مرجني على الجوزة. الحق حبيت البنات ناخذك الزبدة الاخرى، زبدة حيوانية يعني، هذيك بصراحة اللي ولات تعجبني في الحلو. كل أخي يا أخي يضربني اليوم، قال لي ما زوزة شبك ما عملت ليش، زوزة شبك ما عملت ليش. وكنت صدقوني ماشية للسوق، متفاهمين أني أختي ماشيين للسوق، تبدل البرنامج الكل، رصات لي واحدة في الكوجينة ونعمل في الزوزة. قولوا لي تقولوا لها جوزة ولا زوزة؟ بالنسبة للمكونات عملتها معاكم تقريبا عندي 3 سنين، واللي هما 4 سنين نفس الروسيات باش نخدمها، خاطر بصراحة جاتني ناجحة وبنينة على الاخر. كيلو فارينة البنات هاكم ترى فيه، قاعدة نغربل فيه باش نحط كيلو بالضبط. كيلو فارينة عليهم كاس سكر محور، تقريبا الكاس معناه من 220 ل 240 جرام. الحق اني حطيت ناقص شويه، خاطر قلت مع الكراميل حلو، ما نعرفش علاش ما عادش نحب الحاجه الحلوه برشا، يعني ما عادش نحب. حطيت باكو خميره متاع جاتو، باكو كامل، مغرفه كبيره نشي، حطيتها شويه زيت، حطيت المغرفه مكومه معناها نشي. وباش نحط كما قلت لكم كاس متاع سكر محاور، انا حطيت اقل شويه، اما صدقوني بالنسبه لي جات حلوه حلوه، خاطر الكراميل كما تعرفوا عسل اصلا. باش نحط توا 400 جرام زبده ولا مارغرين، حبيت نخدمها بالزبده الحق، ما حبيتش نخدمها بالمارغرين. ملي شريتها المارغرين هكا قاعده كيف ما هي، ما لقيتش بحذايا، ما لقيتش، لازمني نهبط معناها للحي باش ناخذ الزبده. مش مشكل حتى هذه بنينة، اما باقي تقعد زبدة الاخرى اصح. باش نحاول اني نبسس البنات الزبدة وكالفارينة ندخلهم في بعضهم. الزبدة هاكم ريتوني معناها لا هي مذوبة لا حتى شيء، نحاول اني هيك ندخلها في الفارينة. سحفة عندي صغيرة، ملقيتش حتى سحفة كبيرة شوية باش ناخو فيها راحتي. حطي لهم مانيش واخده راحتي جمله، من بعدها باش نبدلها. لهني باش نحط توا 4 كعبات عظم، وبطبيعه مع العظم سكر فاني. حطيت زوز سكر فاني، كان عندكم روح الفاني تنجموا تحطوه بالطبيعه. حطيت كرشه صغيره 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 ملح وحاجه ماهيش لازمه معناها، هيك كان ديما نحب نعادل الحلو، ديما نحاول نحط فيك شويه متاع الملح. عرفتوا البنات طرف مش برشا، خاطر النوعية هذوما كيما السابلي وكيما الغريبة كل تبقى فيهم الملح، حطوا بشوية هيك محسوبين اصلا. بالطبيعة ما فماش عجنين، تخليط اكهو، نحاول اني نخلط وما نعجنش. هذه اكبر واحدة لقيتها عندي في الفخار هيك كبيرة، حطيت فيها اكهو باش نمسح الرخامة ونخليها ترتاح شوية. البنات ما هي ارتاحت شوية هيك دوبة شوية تشد روحها معناها العجينة، بعد نبدأ نخدم بها. الحمد لله والله اللي شدت معايا ايد، علاش؟ على خاطر عندي زوز ماكينات متاع بانيني. الحمد لله اني عندي كعبة شريتها وقتها في الصيف، كانت تذكروني عندي كعبة من عرسي، اللي من عرسي الحق بابها مكسر وسخانه زوز ماركه نتاعهم هومر هما، اما القديمه نارها ضعيفه، اللي خديتها جديده نارها قويه. حبيت الحقيقه وقت اللي ناخذ نتاع البانيني حبيت ناخذها كبيره، معناها نتاع الجوزه حبيت ناخذ نتاع 24 ولا هكاك، معناها 24 ولا قديش نتاع الجوزه، ما لقيتش وقتها، ما لقيتش نتاع جوزه وجوفر فهمتوا هكا علاش. ان شاء الله توا كان معناها حسيت لي هذوما هيك نارهم خفيفه وكل، نولي ناخذ متاع واحده سبيسيال هذه جوزه باش نعمل بها. قولوا لي تقولوا لها زوزه ولا جوزه؟ انا اقول زوزه لما حاله مش جوزه.
اما الحمد لله يا ربي، عندي هذوك المزوز ماكينات مشيت بيهم روحي. ما بديت العشية حاسب، بديت تقريبا مع الاربع، كملنا هكاك الستة حاسب التقريب. هكا قاعدة نكابر ونهز بحال الماكينة، نحط ديريكت معناها. لقيت هذيك لقيت الباب متاعها مكسر، وليت حطيت فوقها متاع الحواور باش تشد روحها. وكواني قاعدة ني مركزة مع التلفزة ونغني، ونادين تدخل. مش خليكم الفيديو شوية هيك بالصوت. أول ما دخلت نادين، خاطر أول مرة تدخل الكوجينة، وبعد ما ركبت فيها التلفزة دخلت مصدومة. حزيل وقتلي التلفزة أهم من الفور وأهم من الغاز وأهم كل شيء. قتلي والله كان تعملوا لي تلفزة في الكوجينة، ما عادش نخرج منها. عزيلو داخلة هيك مصدومة في التلفزة، هي مخها وعقلها في التلفزة. خليكم شوية مع كملة الفيديو، إن شاء الله يا ربي يعجبكم. ماهيش باش تنقص منك، وبالعكس هذيك حاجة تلقاها نهار آخر.
اللي كنت شو باش نعمل ابني شنو هي القضيه حاطه عامله شقاقه بالعام اللي فات عامله شقاقه للنهار هذا باش نمشي نقضي قضيه كبيره معاكم وباش نحطها في الدار باش نعملها في كرادت ما نعرفش نهزها الجمعيه نعطي اني ما عنديش برشا عبيد نعرفهم معنا مسحقين اما كان فما تنكتب حتى في جروب لان هيك في سوسة ومساعدين ومساكن وكل شكون يعني معناها يدلني على ناس مستحقة ونعطيها الكريدنا هذيك الكادونا هذيك نحب نعمل فيها قضية رمضان وشوية فلوس فهمتوا الفلوس هذيك هو معناها اللي باش تجيني كادونا هذيك يعمل بها اللي يحب يشري بها ما نعرفش اني حاجة لصغيرات وحاجة للعيد المهم حابة نعمل ظرف فيه فلوس وكردونا فيها قضية بسيطة معناها من القضيات العادية اللي احنا معناها نشريوهم في العادة وحكيت معاها برشا ناس يعرفوا خير مني خاطر معناها سبحان الله ايه نظر من عندي قديش نخمم في الموضوع عضايا معناها حابة نعمل حاجة على الأقل كي هيك نقول راني عاملة قناة وراني عندي قناة بالمستوى هذايا كل كي نقولش عملت حاجة بها في قناتي نقول لك الفيديو هذاك معناها إيه الحق كيما قلت لكم البنات ما كنتش راني باش نحكي لكم وما كنتش باش نصور وما كنتش باش نعمل حتى شيء جاتني الفكرة علاش عماول برشا ناس كلموني وبرشا ناس قالوا لي يا سيدي رانا كنا غافلين على الحاجه هذيك وعملناها معناها كي نلقاو شاريو ونلقاو جمعيه كل يعني الفكره شوفوا كيفاش توسع في بنات ندوق هذا في مشكلة في بيت سلمى هذيك الغريبة وين يوم ما عادش تظهر والله في بيت سلمى عارف قلت لكم البنات قلت علاش لا زاد الحكايه هذه ما نعاودهاش السنين معناها بصوره خير وهكا يعني تشوفوا معناها على عينيكم كل شيء وباش نشجع ناس اني لا ما طالبه حتى شيء اني الحمد لله يا ربي الناس تحبني يعني ما مش باش نجي نعمل حاجه كيما هيك باش نخلي الناس تحبني ولا لا بالعكس والله اني شوفوا حتى كي نتفرج كنت في قنوات مصريه تعمل الحكايه هذه نقول علاش يوريو علاش يخسروا في اجر هذاك الرواحه معليش يوريو هما ربحين ما عندهم ما يستفادوا كيش يصوروا كيك بالنسبه ليا ريا اما كي سالت قالوا لي في الحاله نتاعك انت ما يتسمش ريا خاطر انت شنو معناها الهدف انك تشجع بيت باش تعاون تشجع بيت باش تصدق تشجع بيت باش هيك تعاون جارتك مستحقه كل حد مستحق تعاونوا باللي فما بان كنت كما قلت لكم باش نعمل وحدي عندي شقاقه باش نعمل فيديو هذايا وحدي ما غير تصوير بعد خممت قلت خليني نبارطاج الفكره هذه بالك توصل القنوات بالك توصل المتابعين نتاعي تواصلت مع ديما صاحبتي قالت لي سيدي معاك وما غير ما تخمم بهاو شنو خممنا قلت اذا فما شكون معناه من المتابعين تشوف هذيك اذا فما شكون من المتابعين يحب يدخل في التحدي هذا يتواصل معايا تحب تبعث قضيه تحب تبعث كل ثم معناها باش تعطوني مسؤوليه كبيره يعني ماهيش حكايه سهله وباش نتحاسب على كل فرنك معناها كل فرنك باش تدخل تجيبي من الفلوس نتاعكم اكيد باش نتحاسب عليه يعني حطوا في بالكم انه الفلوس ان شاء الله تعطي ان شاء الله تكلميش وحده قولي هذه 10000 10000 هذيك باش تمشي لبلاصتها معناها كي تبدا 100 فرنك باش تحط في جيبي وهكا ربي بالطبيعه ربي شاهد عليا بالطبيعه باش نحط اثم على كيفي كنت باش نعملها باش نجيكم فيديو كيف ما هيك باش نمشي نقضي من المغازه وباش نحط القضيه هنا مثال في الكوجينه باش نحط في الكرادت وحتى الكرادت نقول باش نصورهم الكل خاطر حسيت فيها شك الحكايه معناها اني باش نوري للناس اني انا باش نعطي حسيتها بالرغم اللي انا قلت لكم تواصلت مع برشا ناس معناها تفهم في الدين وقالوا لي سيدي ما دام الناس تتبع فيك في كل شيء اعملها الحكايه هذه وانت هاكا ربي يعرف نيتك شنو قلت لكم كنت باش نعملها هكاك الحكايه من بعد كنت علاش ما مسحهاش بعد تواصلت مع ريما قناه عالم ريما قلت لها يا ريما تحبش تدخل معايا في تحدي كيف ما هيك قالت لي سيرين معاك
كي كيف ما هيك قالت لي ما غير ما تسالني قالت لي معاك تحب نعمل مع بعضنا الكوليك تحب مع بعضنا تحب اني في نابل انت في الساحل قالت لي كيما تحب قلت لها باهي هذا نحكي مع المتابعين وهما نشوفهم اذا يوافقوني والا لا حدي هذايا ونعملوا هيك قضية كبيرة كبيرة وبعضنا منعرفش عندي احساس انه القضية مش ترفع الكوجينا منعرفش علاش عندي احساس خطر عارفة الناس اللي تبعي فيها كيفاش قلت هيك تحبوا تبعثوا لي قضية كما قلت لكم تحبوا تبعثوا لي قضية اللي يعرف الدار يجيني والا تحبوا تبعثوا لي فلوس تحبوا قضية والا فلوس وكل فرنك كل واحدة مش تكلمني تقول يا سيرين باش نبعث لك كما نقولوا مثلا 20 دينار 30 دينار 100 دينار راني باش نتواصل معاها بالميسنجر وفلوسها باش نهزها معايا للمجازان وتتقضي بها باش نكونوا واضحين مع الناس الكل اللي تحب نذكرها نذكرها اللي تحب ما نذكرهاش ما نذكرهاش كان فما قناه معناها من القنوات التونسيه تحب زادة تتواصل معايا تدخل معايا في التحدي هذايا ما عنديش حتى مشكل ماذا بيا هيك ماذا بيا الحكايه هذه تفرتاجها عند الناس الكل ونوصل بها الحاجه باهيه خلينا هيك نوريو الحنيه على بعضنا ونوريو محلانا معناها في 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 هيك في كما نقولوا مناسبه كما هذه شو نجمو نعمل معناها احنا شفتوا القنوات ونسي قاعده في الدار نشوفوا وين نجمو نوصلوا بها الحكايه هذه وماذا بيا نعملها الحق والله البنات فرحانه بها وتشجعت تو كنت نتكلم في ريم قالت لي معاك واحكي كل قلت لها اني تو باش نعمل فيديو ما كنتش باش نحكي لكم تو يعني كنت الفيديو باش نعمله قبل رمضان مده ونقول لكم البنات اعملوا كيفي وكهو وشو قص الحكايه ما هيك حبيت نكبرها شويه وكان فما متابعين تحب تدخل معايا في التحدي هذا ما عنديش حدا مشكل وكان فما شكون بعيده وما تنجمش تواصل معايا ولا تجيب لي القضيه تصور لي حتى قضيتها اللي شريتها وتصور لي الكرادر ونهبط في القناة وقول لكم شوفوا معناها كيفاش عجبتها الفكرة ومشيت بها وان شاء الله تعجبكم الفكرة وان شاء الله تمشيوا معايا كما قلت لكم لو يسمعوني مانيش نستنى في باش تقولوا يا سيرين نعمل في الحكاية هذه باش الناس تحبها ولا تعمل في الحكاية هذه باش الناس تقول يا محنا سيرين اسمعوا البنات اني نعرف الناس اللي تحبني معناها مش باش نجي بحكاية بعد عندي تقريبا 5 سنين في القناة باش نجيكم بعد هالعوام هذيا باش نعمل حاجة كيما هيك باش نجذبكم ولا لا لا راني الحكاية هذي كيما قلت لكم جاتني عمي والفكرة وهكا معايا نادين هارتها وقتها مع قيمة شاريو معناها في المجازان وحطينا فيه معناها قضية ومرة أخرى مشيت زادا كيف وحكيت لكم عليها في القناة وفما برشا تكلموني قلت سيرين رانا عملنا كيف اليوم رانا مشينا المجازان قضية اللي قضيتها لك الجمعية هذيك وان شاء الله يا ربي كل الحكايه عجبتكم ان شاء الله كل الحكايه كبرت وقيت الناس تواصلت معايا معناها برشا وحبوا كما قلت لكم ان شاء الله حتى 10000 راه ماشي بتاع حاجه كبيره رانا عادي برا اما اذا الحكايه كبرت البنات نولي معناها نلم القضيه ولا نلم الفلوس ونمشي نقضيها معاكم ومن بعد نتواصل مع الجمعيه خاطر اكيد اني باللي باش نعرف عباد تستحق مش كيما الجمعيه نتواصل مع الجمعيه والجمعيه هذيك تهز القضيه وتهز الكراد لناس معينه ونصور لكم طبعا مش باش نصور الناس اللي باش تاخذ الكاردونه لا نصور معناها كيفاش كلهم باش نسلموا وكيما قلت لكم اي وحده باش تبعث ان شاء الله حتى دينار باش نهزها للمجازان ونشري معاها الحكايه هذيك اللي بدينا باش نكون كل شيء قدام عينيكم نعرف اللي هي ندخل فيه تحدي هذايا ما نعرفش تعجبكم ولا لا ما نعرفش ممكن فما عباد تقول لي الواش معناها كيما اني كي نتفرج في قنوات مصريه يعملوا الحكايه هذه نقول علاش مش بينها بين ربي علاش مش الواه تولي العباد اللي هي تعطي حسيت البنات بعد مش نخاف فيها في الحق العباد تتبع فيها في كل شيء لو البنات كيكلموني ناس مثلا شغلهم في القضيه ولا حاجه تقول لي راهي قل لي اعطيني كيما سيري نحب كيما سيري نعمل كيما سيري قلت عاش بي حكايه كيما هيك باهيه تعاملوني فيها زيت محلاها تعاملوني في الخير اش فما خير من الخير واش فما خير من الصدقه واش فما خير من انك تعمل حاجه تجيك عند ربي اني هذه مسؤوليه ما نعرفش ربي ما نعرفش الحق نتاع ربي ما اني كيما قلت لكم سالت ناس وقالوا لي سيري مادام انت معروفه والناس تتبعك اعملها الحكايه هذه وقول عليها نحب اني وحدي معناها ما نصورش نجم اني نعمل كراد وما نصورهمش
اذا عجبتكم الحكايه تواصلوا معايا على الباج تاع يوميه ام تونسيه. كما قلت لكم اي فرنك باش يتبعث في اي قدر باش يتبعث باش نكون متواصله معكم باش نصور كل شيء باش نوثق كل شيء. وكره ان شاء الله تعجبكم الفكره. قولوا لي البنات شنو رايكم في الحكايه. اذا لقيت بطبيعه تواصل يعني معايا كما قلت لكم على الباج الفيسبوك يوميه ام تونسيه. كان لقيت تواصل بطبيعه معاكم لقيت معناها ناس مسانديني في الحكايه وفي التحدي هذايا اكيد تو نهبط لكم كل شيء ونحكي لكم كل شيء. اذا ما لقيتش فما تفاعل نولي نعملها الحكايه هذيا وحدي ان شاء الله يا ربي وجست نصور لكم شويه هكا نعطيتكم فكره معناها كيف فكره. ان شاء الله تعجبكم هيك حاجه فرحانه بها وحاجه هيك نحب نعملها على الاقل كي هيك نخرج من القناه ومن اليوتيوب ككل نقول هيك عملت حاجه هيك فرحتني فرحت ناس حاولت اني نعاون ناس مثل ناس تحب هيك كما نقولوا تعطي وكل شيء مثل تعرفش لشكون هوك على الاقل اني كنت وسيطه معناها كما قلت لكم البنات اذا لقيت تفاعل بالطبيعه باش نتصل بجمعيه وكان قد تفاعل كبير جمعيه ولا اثنين المهم وهم اللي بطبيعه اللي يعاونوني خاطر حكايه كيما هيك بطبيعه مسؤوليه كبيره خاصه مع المتابعين اللي عندي واللي نتصور معناها يحبوا يدخلوا معايا في التحدي هذا واكيد باش نتواصلوا مع بعضنا. وكما قلت لكم اذا باش تبعثوا قضيه والا باش تبعثوا فلوس اذا يعني عندي ولا عند ريم البنات كما قلت لكم مع بعضنا احنا الفكره عجبتها وقالت لي معاك سيرين ديجا ريم تعرف معناها جمعيه تسكن بحذاها وقالت لي معناها اذا الحكايه معناها كبيره وكل شيء نتواصلوا مع جمعيات احسن حاجه هي في نابل واني لهني هيك في الساحل ونحاولوا نبعثوا زاده للناس اخرين بالطبيعه اذا قد تفاعل معاكم بالطبيعه. هاو قال لي يحب يكلمني كلمني على يوميات ام تونسيه على الباج الفيسبوك وكها وان شاء الله يا ربي فكرتي تعجبكم. وحتى لو كان الفكره معناها ككل ما عجبتكم مش على الاقل اعطيتكم الفكره يعني شفتوا كان فكرتي وفكره الفيديو وفكره التصوير ما عجبتكم مش على الاقل تعجبكم الفكره وتمشيوا بها. وكما قلت لكم اللي يحب يعمل وحده يبعث لي حتى هيك تصويره صغيره للكراد اللي باش تعملوهم تحب نهبطوا معناها ونوريو للناس كيفاش تفاعلنا معاها الحكايه تحب نهبط منهبطوش معناها جست وريوني وكاها باش نعرف انه الفكره عجبتكم وعلاش لين نولي نعملها الحكايه هذه في العياد في دخول القرايه في رمضان في ونجمو حتى في اي مناسبه معناها ان شاء الله يا ربي هيك الحاجه تكبر هذه هكا هو لهني البنات قاعدين هاكا جاوا الصغار حصيلو ما نحكي لكمش ما خلونيش نعملوا المهم من الاخر معناها ما خلونيش نعملوا اما الحمد لله هكا هو الحمد لله نسموا هكا طيبناهم وبعد جاوا الصغار كما شفتوا عملنا قوينا وقعدنا نتفرجوا حصلوا محلاه عشويه تعديت قسموا بشوفوا لاني كوش مركزين والله العظيم انا عادير انا والله نضحكوا ماليش هني اصلا ناسين جملة اللي الكاميرا محلولة والله العظيم ناسين جملة اللي الكاميرا محلولة ان شاء الله ربي يخليكم وخياتكم الناس الكل بالحق ما فماش معز من الاخت شوفوا سالم خليته كيف ما هو يعني الفيديو هكا اليوم مانيش وحدي قلت لهم اكيد مش باش يعجبهم الفيديو من كثر الناس اللي فيه والجوج ما اللي فيه حاسيلو هكاني قاعدة نطيب فيها وكما شفتوا البنات الكراميل حطيتها في الكوكوت شب ربي مرحومه بكوكوت نتاع حماتي نحط فيها ان شاء الله ناوي ناخذ كوكوت خاطر تعجبني في باش تطيب حاجه ما يعني تقعد مده كبيره باش تطيب تحط فيها ديريكت وخاصه الكراميل ما نجم نعملها كان غادي نحط حكه تنسلي البنات تقريبا ساعه غير ربع هكاك تطيب لي لاني شوفوا ما بعدني عليها ردوا بالكم منها الحكه نسلي اذا حطيتوها تغلي البنات حلوها ديريكت ردوا بالكم عملتها في رمضان وحليتها ديريكت كي نقول لكم الكل طشت عليا وتحرقت في وجهي صار فيا المهم وليت نخليها حتى بالساعه معناها تبرد في عقلها بعد نحلها وكها ولاني قعدنا هكا صغار معايا ياكلوا في شطرها لما حال مش يعانوا فيها ياكلوا وكه قعدنا بطبيعة نعملوا فيها
واني عملت له شهوته وارتحت عليها. كي يبدا حد منهم يقول لي على الشهوه ما نحب نعمل هيك، نحب هيك ولا شهي هيك، نبدا مخي معناها يدور عليها، ما نرتاح كان كي نعملها له. هيك هو قاعدين نعبيه في الشطار متاع الزوزه، وبعد نادين تعمل فيهم بك الصفاية هذيك البنات باش هكا تنحي الزايدة اللي فيهم، والزايدة اللي فيهم من بعد أكيد باش نعمل بيهم كعابر شوكولاتة. أكيد عندي شوكولاتة وعندي الكراميل، تو نكعبرهم كعابر شوكولاتة بطبيعة ما يتلوح شيء. وهذوما الكعبات الجوزة اللي فضلوا، اللي فضلوا ركزوا لي على اللي فضلوا. ما شاء الله جاوا بنين يهبلوا، واني هيك نكون وصلت بكم لاخر الفيديو. ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، ان شاء الله نلقى تفاعل معاكم في التعليقات وفي المساجات. حبكم برشا برشا وعلى خير.